حمد ابو المعاطي، محاسب طبعا مقيم انا في الدقهليه، يعني مش فاضي من القاهره، وجاي مخصوص من المنصوره لهنا على اساس ان انا اسمع الدقائق الجميله من مخرجنا العظيم. تسلم. الفيلم فيلم الفرح، صانع الفرح. صانع الفرح هو فعلا صانع الفرح، افرحتنا بما رايناه. الفيلم كان ما يعني فيه تنقل سريع ما بين القديم والجديد، وانا شايف انه كان فيه حس، يعني حس فني فائق الدقه. اي صوره فنيه دايما اذا سالنا الناس عنها فبيختلف وجهات النظر، كل واحد بيشوفها على قد بمخيلته هو او بذاكرته هو او بفكره هو. فانا شايف الفيلم ده بيصور حالتين، حاله من المعابد باثارها الجميله بما تحكيه من اعمال وذكريات وتاريخ لهم على جدران المعابد بما فيها كل شيء عن حياتهم. والفيلم ده تبع سلسله او مسلسل الحياه في المتوسط. الحياه في المتوسط هو سب سيريال اسمها وصف مصر. دي نمط من الحياه ومن المعيشه بتاعه الناس، وقد ايه كانوا مبدعين وقد ايه كانوا مفكرين وعملوا حاجات كويسه جدا. ننتقل للصوره الثانيه واللي هو الذكر او الحضره، والناس طول الوقت عماله تعمل الاذكار وتاكل فته ومعرفش ايه والكلام ده كله خلاص، لكن ايه المنتج؟ ايه الاوت بوت بتاعهم؟ مفيش لا شيء. مصر البلد الوحيده يمكن في العالم كله عبر التاريخ اللي هي هويتها ما لم تتغير. افلام من هذا النوع بتردنا الاصول بتاعتنا مع الاستفادة من كل المكتسبات العلمية لبلورة واقع جديد. وشكرا لل ما شاء الله عليك.